انضموا الينا من عمان الوزير والنائب السابق ممدوح العبادي اهلا بك سيد ممدوح مئة عام مرت على الدولة الأردنية لم يشهد فيها البلد يوما أو ليلة كهذه التي مرت في ذكرى المئوية أمس ما الذي يحدث بالتحديد؟ أعلم أن الغالبية العظمى لا ترغب بتسميته انقلابا ولكن كيف توصفه؟ يعني الحقيقة كانت مثل ما حكيت البارحة كانت ليلة صادمة لكل الأردنيين لم يمر علينا على الأقل يعني قبل ستين أو سبعين عاما بهذا المنظر الذي يعني شيء غريب علينا وغير طبيعي أن هناك يعني كانت الإشارات التي أتت عمليا من جريدة واشنطن بوست التي قالت ان هناك اعتقالات ولمحت الي يعني محاولات انقلاب وهكذا الحقيقه يمكن الصوره لم توضح للشعب الاردني لحد هذه اللحظه نحن في انتظار أن يكون هناك توضيح تفصيلي من الحكومة كما وعدت نحن في الانتظار لا زال طبعا لماذا, لماذا تاخر هذا هذا البيان العشكري. مع العلم مع العلم سيد ممدوح ان هذا البيان قيل حكوميا قيل انه من جهه مختصه وحتى الان غير معروف من هي الجهه المختصه لماذا هذا الغموض وشح المعلومه يعني يعني لا يعني يجب ان تعذر لانه التحقيق يعني ليس زر كبسه زر قد ياخذ يوم او يومين التحقيق او ثلاثه واكثر أو ما بتعرف على هوى المحقق وعلى هذا المحقق معهم وكم عددهم ومواقفهم وهي وهكذا يعني لا نستطيع ان نجزم انه التحقيق يخلص في ساعه او ساعتين لكن الحقيقه لا يوجد اي علامات لا بالشارع الاردني ولا علامات بالقوات المسلحه ولا في يعني اي شيء يوحي بان يكون هناك حركه انقلابيه، هذه النقطه الاولى. ونحن غير متعودين وانا بستبعد تماما ان يكون هناك اي حركه انقلابيه ولكن ولكن سيدي البيان الذي خرج الان 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 الامير خرج كما تعلم امس في فيديو واضح انه مصور بادوات شخصيه وتكلم ان ما صدر عن الجيش غير صحيح وحدث المشاهد بأنه هذه الوسيلة الوحيدة للتواصل معه أضف إلى ذلك أن الملكة نور الحسين الآن في تصريح لها عبر حسابها على تويتر قالت أنها تصلي وتدعو للأبرياء هل, هل هذا ما يمكن تسميته بتيار بدأ يظهر تيار معين في الأردن أرجوك أخبرنا لا بس أنا ما فهمت منك عن ما ما كتبت الملكة نور، بالله عيد لي إذا سمحت كتبت كتبت للتو واسمح لي أن 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 أقتبس كتبت للتو آه. آه. أنها أنها تصلي للضحايا أو عفوا تصلي للعدالة وللأبرياء للضحايا الأبرياء حتى أكون دقيقا أكثر. كيف تقرأ هذا هذه التغريدة تحديدا من ملكة سابقة في الأردن؟ يعني هو التقرير التقرير الذي خرج من قبل القوات المسلحه يقول بان زيارات الامير الى بعض المواقع كان فيها استغلال ل يعني استغلال لانه عدم الاستقرار الامني في البلد الزيارات التي كان يقوم بها وانا على اطلاع بزيارات الامير حمزه هي زيارات اجتماعيه بالعزيات بالعزايم بكل هذه الامور ولذلك قد يكون هناك بعض الكلام الذي يحدث في هذه الاجتماعات التي قد تكون مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر على ناس يدعونه أو هو يذهب إلى العزاء. يعني انا كنت قبل اسبوعين ثلاثه كان عبد الهادي المجالي الله يرحمه رئيس مجلس النواب السابق توفى فجاء الامير حمزه وتجمر حوله بعض الناس المشيعين بالجنازه وهكذا وتكلموا لكن نحن نقول انها قال ليله صادمه لليوم انا مصدوم انا لا اعتقد ان هناك من يفكر جديا بانقلاب عسكري في الاردن لانه ما في امكانيه لاي انقلاب عسكري احنا يمكن كل الشعوب العربيه المجاوره عانت من هذه الانقلابات هذا واحد اثنين انا بعتقد ان القضية لا زالت معلقة وغير واضحة حتى يصدر البيان التفصيلي ختاما سيد حول هذا عبادي ختاما الموضوع. ارجوك فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان في تصريحاته قبل قليل وانت تعلم ان اليوم في المئوية يجتمع مجلس الاعيان ويجتمع مجلس الامة قال هل اللعب بمشاعر الناس والظهور بمظهر الضحية من اخلاقنا ومبادئنا وقيمنا وشيمنا الاصيلة أه هل هل هنالك نوع من التسرع من قبل سواء العين الفايز أو غيره من المسؤولين أو وجهاء أو سياسيين في الأردن في الحكم على المشهد قبل أصلاً صدور أي تصريح رسمي حوله؟ طبعا في في اشارات اوليه قد يستطيع اي سياسي انا تكلمت البارحه في هذا الموضوع في عده محطات وانا اتكلم الان في هذا الموضوع وكل ينصب في النهايه على انتظار التحقيقات التي ستخرج ويجب ان تكون هذه التحقيقات يعني ماخذه وقتها وبنضوج حتى يبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ورغم انه انا يعني مش مرتاح ابدا على الجو العام لكن أبداً بعتقد ان الاردن سيمر بهذه التجربه بسهوله كما مر بتجارب تجارب صعبه سابقه لانه الشعب الاردني ملتحم حول قيادته نتمنى كلنا ذلك بكل تاكيد شكرا لك النائب والوزير السابق ممدوح العبادي كنت معنا من العاصمه الاردنيه عمان